بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم وجهتنا رانا في برتوتة خوتي عند خونا محمود اللي جاب لكم سلعة ما شاء الله في الكيباش. محمود يعني معروف نقدر نقولوا كذلك وطنيا خوتي، لأنه يعني كان سبق أن جاتوا قناة النهار، جاتوا يعني جميع القنوات خوتي، كذلك ناس اللي تشري عليه لهنايا، ناس محترمه، ناس يعني لاعبه في الانديه الوطنيه، يعني الله يبارك. سلعه خوتي كما نقولوا جوده ما شاء الله. راح تشوفوا السلعه خوتي، يعني سلعه الله يبارك، يعني كامل ما شاء الله، كامل كبار خوتي، راكم تشوفوا يعني الكوري كيفاش، يعني حاجه الله يبارك. هادو ما وين راح يكونوا كيفاش يبيتوا لهنايا خوتي، البيع راح يكون طيله هذه الايام خوتي، حتى يعني ربما مناسبات ولا كذلك، ماشي مشكل مع اخونا محمود، يعني حاجه مقيه، حاجه الله يبارك خوتي، حتى في الاكل تاعهم يعني راح نشوفوا اراء خوتنا، يعني اللي صافي بليزير يعني قال لك باللي حاجه مليحه بالبزاف خوتي. بالنسبه للاسعار دائما اخوكم ناصر همزه تواصل فقط، يعني سيفري الاسعار نقولوا ربما راح يبداو من سبعة وطلع، ولكن خوتي راح تشوفوا سلعة الله يبارك، يعني حتى الوزن يوزنوا ومقروسين ما شاء الله، يعني حتى شوفوا يعني خوتي مازال ملحق العيد، شوفوا يعني المواطنين اللي عم يجوا لعنده لهنا يجوه بارتو خوتي، يعني من يعني يجوا حتى يعني من الغرب من الشرق يشقاو لعنده لهنايا. دوك نبدا ونشوفوا السلعة واش كاين. دائما خوتي نخبركم زعفت عليكم ربما في الفيديو اللي فات، قلت لكم خوتي يعني علاش انا نشقاو على جالكم، والله غير التعب كبير خوتي، شقيت يعني ثلاث سوايع باش لحقت كومبلومون طريق مغلوقه وكل شيء، ولكن هذا كل شيء على جالكم خاوتي، باش نحقوا لكم باش نجيبوا لكم اشياء اللي ربما تفيدكم انتم كذلك خاوتي، ما راكم خاسرين والو لو ديروا اشتراك فقط، ماشي حاجه كبيره خاوتي. المكان برتوته يعني كما دار خوكم ناصر خاوتي، ديروا في الجي بي اس مسجد اليقين برتوته يلحقكم حتى الكوري ديالو، يعني مكان متسع الله يبارك خوتي، تقدر تحط الطوموبيل تاعك تقاريها ماشي كامل مشكل، دخلوا لهنايا خوتي قاعده ما شاء الله، يعني حاجه ترونكيل والاز. نبداو بركه الله نشوفوا الكباش اللي كاين خوتي، راح تشوفوا احجام كذلك ما شاء الله من اضخم الكباش اللي راح تشوفوهم كذلك خوتي. هاي السلعه خوتي، السلعه كامل جات من السود يعني من الصحراء الله يبارك خوتي، شوفوا هدايا ما شاء الله خوتي، سلعة الله يبارك. هادوما صغار بارابور شويه، ولكن دوك نوري لكم يعني الكيباش العملاقه اللي الله يبارك راح تستمتعوا بها خوتي. شوفوا خوتي سلعه الله يبارك، يعني حتى الوزن يعني شوفوا الدواره تاعو هدايا الله يبارك. هادوما في السلاله يعني اللي راهي دايره الباز يعني خوتي، سلعه ما شاء الله. شوفوا خوتي المجز هذا كذلك الله يبارك، يعني حاجه قوه دوك، يعني اليوم راح نحكم لكم واحد خوتي ونشدو قدامي يعني باش تشوفوا الطول تاعو قد من راح يلحق، يعني قد برس قد خوكم ناصر خوتي في الطول الله يبارك خوتي. هادو ما اتني اربع وسداس، ولكن والله العظيم يعني كما يقول خونا محمود خوتي افي غارونتي، يعني سداس ندبحو لكم، قال لكم الحمل تاعو كي الخروف يعني ياكلوا الا الحاجه المليحه. لهذا شوفوا خوتي هذا كذلك الله يبارك، يعني سلعه كامل خشينا خوتي. بالنسبه للسلعه رقيقه كما راهم يديمونديوها خوتنا، يعني قال لكم خونا شوفوا لنا الكيباش الصغار، يعني ان شاء الله واحد الكانجور خوتي هكذايا راح يجيب يعني الكيباش اللي راح تكون تاع سعر تاع 3 ملايين ونص 4 ملايين يعني حتى 5 ملايين هكذايا، باش يعني كل واحد على حساب مقدوره خوتي. انا نقدر نقول لكم بالك خوتي 90% راح ندي واحد عند خونا محمود لهنايا، لانه سلعه ما شاء الله خوتي. شوفوا هذا خوتي كذلك الله يبارك ما شاء الله خوتي، السلعه 6.5 7 يعني هادوما لي زونفيرون تاع هكذايا حتى 8، ولكن ما شاء الله. خويا محمود كيفاه؟ صفا لاباس، هذا الله يبارك خويا محمود، هذا صغير انا عندي هذا ما كاين، ها كنت خوتي راه قلت لكم هذوما الله يبارك كبير هذايا ما شاء الله خوتي. شوفوا يعني صراحه شوف خوتي يعني ما قدرلوش
حتى المو. شوف اخوتي الله يبارك. واش راك تشوف فيه انت؟ الله يبارك. ما شاء الله. واش يكون هذا اخي محمود؟ هاوليك دخلت الدا العام. الدا العام خوتي جديد هذايا، ولكن الله يبارك. شوف ما شاء الله خوتي حاجه شابه بزاف الله يبارك. دوك نروحوا نشوفوا الكفار يعني. شوفوا خوتي اذا خوتي قدامك هاي لك السلعه كتشوفوا هذا الله يبارك خوتي. ما شاء الله شوفوا كذلك خوتي هدايا الله يبارك خوتي. خوتي بالنسبه للناس تقول لنا الصوف، يعني الصوف ما كاينش خوتي، راكم تشوفوا راه مكامل، ولكن السلعه كامل الله يبارك خوتي. كاين واحد هام جوج ربع الوقيله حاجه واحد هنا. شوفوا كذلك هدايا، شوفوا هذا خوتي هنا، شوفوا هذا خوتي الله يبارك كذلك هدايا. هذا لازم ندخلوا له محمود هذا يا كيف تعرف؟ صافا خويا لاباس والله غير الحمد لله. خاتي شوفوا هذا كذلك الله يبارك خاتي سلعة يعني الله يبارك. كذلك هذا خوتي الكحلوش هدايا قوة، يعني هادو كامل يعني أحجام خوتي الله يبارك. حتى الوزن يعني راهم يوزنوا كما قال خويا محمود، نجيب لكم الميزان هنا وتوزنوا خوتي، يعني لأن الوزن الله يبارك. شوفوا هذا خوتي كذلك هدايا راهو قوة. هادو ما خوتي يلحقوا حتى 15 مليون، ولكن بارابور اللي شفناهم خوتي درنا فيديو كذلك يعني كان مبالغ فيها، يعني هنايا ما عادش نلقاو كبش هنا تاع 20 مليون ولا، ولكن خوتي 15 كي تشوف ما نقولوش هذا هو اللي نورم، ولكن كل واحد مقدوره خوتي الله يبارك ما شاء الله. شوفوا في الموت قدامك، شوف قدامك وقلب افتح. من ربع داخل ما راح يكسر الزاد، راح مازال ما كسر هدايا راهو في ربع خوتي، ولكن الله يبارك. محمود شحال يكون الوزن تاعو زعما هدايا؟ يا خو الوزن هذو يعرفوا بالك خوتي شحال يكون فيه هدايا؟ هدايا يكون فيه واحد 90 صافي خوتي هذا يعني صافي. مشتري راه هنا راه يقول 90 صافي الله يبارك خوتي صراحة ما شاء الله. شوفوا خوتي الصوف ما كاش، يعني راكم تشوفوا الصوف الفوقانيه وراهم جز الله يبارك خوتي. خويا محمود عطينا واحد المعلومه، يعني حنا نعرفوا بان السداس يعني يجي كما نقولوا حنا قاسي، يعني شغل عطيتني هذيك النهار قلت لي باللي كاين سداس اللي راح يكون يعني كما يقولوا اللحم تاعو طري. شوف نعم اللي في يكون عادي عادي كثني، وكاين ثاني الماكله هي تلعب دور كبير، الماكله تلعب دور كبير. كاين دي فون تلقاها خروف سارح ولا سارحين هذوما، هذو كاع سارحين، هذو لحقوا رمضان قبل من رمضان ب 20 يوم تجزوا والعلف. سمعتني؟ نعم خويا محمود. اما الماكله هي تخليك كيف تشتري ولا تخليه يابس. صح صح. كاين دي فون تلقاها يسرح وما ياكلش مليح. ساعة انا صرات لي خروف شريته ذبحته للرمضان، ما طاب لا في الكيكوطا لا في الغنم، باسكو ما عنديش ماكل يسحق. سبحان الله خوتي، ولكن الله يبارك ما شاء الله خوتي. اي واحد يرفض نتحدى في الميزان خوتي، راه يقول لكم نتحداكم في الميزان يعني صراحة. هذه انا مربيها وانا موكلها ضربة الشعير والجبار خوتي، الشعير والجبار كما رايك هذا ماكل الله يبارك. شوف ما شاء الله خوتي يعني خوتي وراه هذيك السنه شوف خوتي وراه حبي طاكي الله يبارك خوتي السلعه ما شاء الله. نزيدو نشوفو خوتي نزيدو كذلك نشوفو هادو مالي خوتي نورمالمون ديتوهم خوتي هادو الله يبارك خوتي سلعه يعني كامل ما شاء الله. بورتون خوتي مازال نقدروا نقولوا شهر وشويه العيد، ولكن تلمو الناس تعرفوا لهنايا يعني تجيها على البكري خوتي، والسلعه تدخل ان شاء الله راح يدخل حتى ربما حتى ل 600 700 كبش حتى 300 تاع
800 الله يبارك خاوتي، قلت لكم الاحجام الصغار راح يكونوا يعني راح يجيبهم لنا هكذايا كاين كاع السوم هنا باش كما قال كامل كامل الاسواق. شوفوا هذا كذلك خاوتي الله يبارك ما شاء الله خاوتي الله يبارك سلعة ما شاء الله خاوتي شوفوا سلعة كامل قادرة الله يبارك حاجة يعني ضخمة خاوتي انفسي باش تقدر يعني ترفد كبش كيما هذايا الله يبارك شوفي مع عمك ما شاء الله هاي الشابة الصغيرة الله يبارك ما شاء الله أيوا شوفوا خاوتي دور دور منا دور الله يبارك خاوتي شوفوا هذا كذلك خاوتي خاوتي كيفاش يعني صراحة عملاقة الله يبارك شوفوا يعني خاوتي شوفوا على المباشر هذا الشيء اللي ما نسجلوش ولكن شوفوا خاوتي الرقبه الله يبارك محمود شوف لنا واسمو السردي ولا وراه شتي واحد كان يدور لهنا ولا زوج والله يبارك على السرديه هذا هما هما هذا هما هنا نقولوا السردي وكاين السني وفي الصحراء ما يعرفوش يقولوا الاذرع هذا يعيطوا له الاذرع الله يبارك خاوتي شوف يعيطوا له الاذرع هذا ماشي سني احنا نقولوا هذا ماشي سني كاع ماشي فالا صح السني تلقاه في الفم في الفم ديالو هذوما يعيطوا لهم شوف هذا خاوتي كذلك هذا يا الله يبارك عملاق كذلك خاوتي الكحل هذا يا دوك تشوفوه كذلك هنا يعني راح يشدوا خوكم ناصر باش يعني تشوفوا الحجم فقط خاوتي الله يبارك خاوتي يعني صراحة هذايا واحد فل صغير ولا راح يقدر يراها به في الحومة امبوسي باسكو قادر بزاف خاوتي الله يبارك خاوتي سلعة ما شاء الله خاوتي يعني حاجة عيادة الله يبارك داعك بتديه سيفري خاوتي يعني شوفوا ارفد انت ترفد نسيو خوتي ارفد وديه ارفد وديه خوتي ما قدرتلوش سمعوا لي ارفد وديه خوتي ثقيل بزاف والله ما قدرتلوش صراحة شوفوا خوتي يعني حتى الله يبارك يعني حتى لومبيونس كاينه خوتي حتى لومبيونس كاينه مع خوتنا لهنايا شوفوا يعني خوتي قلت لكم يعني هذا مازال ما دخلش يعني مازال شهر شوفوا يعني المواطنين الله يبارك كم يعني يجوا بارتو لهنا عنده صراحة يجوا من كل مكان لأنه يجيب سلعة ما شاء الله خوتي أحبابنا اللي ربما عندهم مدخل قليل قالكم ماشي كامل مشكل إن شاء الله راح نجيب لكم كباش لا راح يسوى حتى 3.5 ملايين هكذا يا فقط باش يقدر يعني يعاون خوتنا قلت له يعني صراحة أنايا كذلك هذاك هو المقدور ديالي خوتي لهذا إن شاء الله راح نقدروا كذلك ندوا عليه كبش منايا وكالعادة مع أخوكم ناصر على المباشر خوتي ما شاء الله سلعة الله يبارك ما تقلقوا علينا ما تقلقوش علينا خاوتي نشوفوا اراء خاوتنا يعني واش يتكلموا لي يعني الناس اللي عندها ربما خاوتي سنوات هما يتعاملوا معاه نشوفوا الاراء تاعهم واش يقولوا لا تقدر لا تقدر لا تقدر حبس الفيديو حبس خوتي راح نشد لكم كبش يعني لهنايا باش تشوفوا ما قدرتلوش صراحة خوتي غير نمالين يعرفوا له شوفوا خوتي غير مالين من منا في ركبته في ركبته باش تمشي خوتي ما شاء الله هاوليك شوفوا السلعة خوتي الله يبارك ما شاء الله هذا في ربعة هكذايا ربعة ربعة ما كملهاش ربعة ما كملهاش وريني واش خوتي شوفوا هذايا شوفوا هذايا غير ما كسر ما طلعش يعني كافت لي ولكن شوفوا الله يبارك ما قدرت له صراحة هكذايا حاوليك سلعة الله يبارك دوك هذا محمود شحال شحال بوا هكذايا واش راح نقول لك؟ انت شفت واش نقول لك؟ ثقيل ثقيل بزاف باش يرفدوا والله العظيم اسكت 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 شحال اخ هكذايا شحال؟ كيلو الله يبارك صافي بليزير بارك الله فيكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله